تحية رياضية طيبة وأهلا وسهلا بالجميع بحلقة جديدة من برنامج سكورزي. اليوم أنا حكون معكم بتقديم البرنامج الإعلامي سارة زيتون، ما حتكون معي لأسباب خاصة، بدنا نوجه لها تحية كبيرة. قبل ما نبلش الحلقة ونبلش نحكي عن أخبارنا اليوم عديدة ومتنوعة، عنا كتير فقرات بالبرنامج بدنا نحكي عنها. اسمحوا لي بس وجه تحية كبيرة وتحية من القلب للمخرج نادر حشاش يلي وثق فيي وآمن بقدراتي وعطاني هالفرصة. أنا على هوا قناة مزايا بدي أتشكرك كتير، وهيدي الفرصة اللي عطيتني إياها إن شاء الله أنا ما حنسى لك إياها بحياتي كلها. هذا بالنسبة لهذا الموضوع. خلينا نفوت على الشق الرياضي، عنا كتير أمور نحكي فيها حاليا. أول شيء بدنا نبارك لمنتخبنا الوطني اللبناني لكرة السلة يلي قدر يتأهل لنهائيات كأس العالم بعد 2002 2006 2010 2022، قدر يحط قدمين بنهائيات كأس العالم بعد فوزه بالنافذة الأخيرة على منتخبي الفلبين والهند. مباراتنا مع منتخب الفلبين كانت نوعا ما صعبة، ولكن عزيمة الشباب وخبرتهم قدرنا نتفوق. أما بمباراتنا الثانية اللي جرت نهار الاثنين أمام المنتخب الهندي، ما واجه منتخبنا أي صعوبة، قدرنا نتأهل. لعيبة كلها تقريبا شاركوا وفزنا بسهولة ليتأهل لبنان لكأس العالم. مبروك كبير للمنتخب، مبروك كبير للاتحاد، مبروك كبير للعيبة، مبروك كبير للشعب اللبناني. اللعيبة يعني قدروا يفشوا غل الشعب اللبناني. الظروف الموجودة بلبنان الكل بيعرف قد هي صعبة، والباسكت هي المنفس الوحيد لأن قدرنا نتأهل. اللعيبة قدروا يرسموا الفرحة على وجوه اللبنانية كلها. أنا بهديك الحلقة إذا بتتذكروا تمنيت على اللعيبة يكونوا كلهم فاضل الخطيب، وفعلا اللعيبة كلها كانت فاضل الخطيب، ومطرح معين كمان كانت الجرينتا والعزيمة والقوة خلتنا نتأهل لكأس العالم. بالنسبة للمراحل القادمة نحن بعد عنا أربع مباريات، والأربع مباريات لا بيقدموا ولا بيأخروا، لكن على المدرب جاد الحج من نوجه له تحية كبيرة يشرب العديد من اللعيبة لحتى ياخذوا فرصتهم، ومفروض هلأ يبلش الشغل المضبوط. نحن صراحة مع محبتنا لأورليتش يلي قدم نافذة نوعا ما مقبولة، بس مفروض يكون عنا لاعب أجنبي على مستوى أعلى، لأنه بكأس العالم حنواجه منتخبات أصعب ومنتخبات أقوى ومنتخبات عليها القدر والقيمة أكثر من هيدي المنتخبات. مبروك مرة جديدة للمنتخب اللبناني، ونحن بانتظاركم بكأس العالم وبالمحافل الجاي، ورفعوا طولنا راسنا عالية جدا جدا جدا. على المقلب الآخر وبكرة القدم اللبنانية، وما أدراك ما كرة القدم اللبنانية. كرة القدم اللبنانية مش بحاجة لحلقة وحدة، بحاجة ل 1200 حلقة لنحكي، وما حنخلص بسبب التقصير والإهمال الموجود من اتحادنا. منين بدنا نبلش؟ بمنتخب الناشئين، أو من الدورة، أو من الملاعب، أو من كأس السوبر يلي ما صار، أو منين بدنا نبلش؟ عن جد منين بدنا نبلش؟ نهار الأحد كان مفروض يفتتح الموسم الكروي اللبناني بلقاء بيجمع بين النجمة والعهد على ملعب حمدون بكأس السوبر. المباراة كانت على وشك انه تقام، ولكن قبل بساعة بيصدر قرار من الاتحاد بإلغاء المباراة بسبب انه جمهور النجمة فات على الملعب وتخطى العدد اللي كان مسموح له اللي هو 400 شخص. الفكرة هون بالموضوع انه الاتحاد عارف انه جمهور النجمة هو اكبر جمهور شعبي بلبنان يمكن، وبيوصل للعالم العربي. كيف قدر يجري هيك مباراة على هيك ملعب؟ بتقولوا لنا ما في ملاعب؟ اوكي ما في ملاعب، بس لأيمتى نحن بدنا نضلنا عايشين بهيدا الشيء؟ أنا عم بحكي كمشجع لكرة القدم اللبنانية، بناء عن أنا لمين بنتمي أو إذا بنتمي، أنا ما بنتمي لحدا، بس بالمبدأ نحن حقنا نشوف كرة قدم لبنانية. الاتحاد عم يوصلوا مبالغ طائلة، عم يوصلوا مبالغ كبيرة، مشروع الفيفا والإعمار وما بعرف شو، وعساس يشتغلوا على ملعب صيدا. وينه ملعب صيدا؟ ملعب صيدا حق البطاطا، ما عم نقدر نلعب عليه مباريات. ملعب المدينة الرياضية اللي هو من أجمل الملاعب بالوطن العربي مش بس بلبنان، ما عم نقدر نستغله. ليش منتخبات تانية وفرق تانية بدهم يستغلوا ملاعبهم ونحن ما عم نستغل ملعب المدينة الرياضية؟ الدوري عنا ليش بدنا نلعبه على ملعبين؟ شكر كبير لإدارة ملعب حمدون وإدارة ملعب جونيا وإدارة ملعب صور وإدارة ملعب العهد وكل الملاعب، ولكن كرة القدم اللبنانية لحتى نطور فيها ولحتى نوصل فيها نحن بحاجة لملاعب كبيرة، نحن بحاجة لجمهور. ما بتسمعوا المقولة اللي بتقول إنه الجمهور هو عصب الملاعب وعصب كرة القدم اللبنانية؟ شو ناطر من دوري ما في بقلبه جمهور؟ شو ناطر من دوري ما في بقلبه احتراف بعد ما وصلنا للاحتراف الكامل؟ بينما الدول المجاورة لأن كلها عم يعملوا دوريات محترفة وعم بيزتوا مال وعم بيزتوا أموال وعم بيزتوا العديد من الأمور.
كرة القدم اللبنانية عنا بحاجة لتغيير كبير، والتغيير مفروض يبلش من الهرم، من الاتحاد. اتحاد له 22 سنة ما عمل شيء، ما سوى شيء. تأهلنا لبطولة آسيا بال2000، تأهلنا لأنه كانت على أرضنا، وآخر مرة تأهلنا بال2019 لأنه يعني إذا ما تأهلنا كانت فضيحة، وحاليا تأهلنا كمان لنفس السبب. لكن نحن حقنا نشوف، لدينا الإمكانيات، لدينا اللاعبين، لدينا بنية تحتية من اللاعبين تقدر تقارع العديد من اللعيبة الموجودة بالوطن العربي المجاور يعني، ولكن ما في بنية تحتية مثل ملاعب، مثل ضخ أموال، مثل حوافز، ما في شيء. لأيمتى بدنا نضلنا نحن عم نعاني من هيدا الموضوع ومن هيدا الشيء؟ من ما نوصل صوتنا للاتحاد، إذا ما قادرين تعملوا شيء يا ريت تخلوا لحدا غيركم يجي يقعد محلكم، لأنه نحن حقنا نشوف كرة قدم لبنانية موازية لكرة القدم اللي عم يصير بالعالم. عم برجع بقول وكرر، عنا أدوات، عنا لعيبة، عنا فنانين بكرة القدم، ولكن بدنا مين يستثمر هذا الشيء ومين يستعمل هذا الشيء بالطريقة المضبوطة. وللمناسبة بكرة إن شاء الله بيبدأ الدوري اللبناني، على أمل إنه الدوري ينتهي على خير، على أمل ما نشوف تعليم، ما نشوف أخطاء تحكيمية واردة، ما نشوف مشاكل بالجمهور، على أمل الفرق والاتحاد يكون في تعاون بيناتهم، والدوري نقول عنه بدنا نحضر كرة قدم لبنانية، بدنا نحضر دوري لبناني مثل الخلق، بدنا نحضر فوتبول. حكينا كتير صراحة، ما عادش فيني أحكي أكتر من هيك نظرا لضيق الوقت. هيدا بالنسبة لكرة القدم اللبنانية، ونحن بالحلقات المقبلة إن شاء الله بنوافيكم بالدوري وبالترتيب وبالنتائج، وعلى أمل إنه نقدر نكمل الدوري ونقدر نوافي وما نوصل لمرحلة إنه ما عادش نغطي الدوري اللبناني. هيدا بالنسبة لكرة القدم اللبنانية وما أدراك ما كرة القدم اللبنانية. من ننتقل شوي هلأ نظراً لضيق الوقت لنحكي عن البطولات الأوروبية والترتيب وأبرز الأخبار اللي عم بتصير وأبرز القصص. وبالفقرة الأخيرة محضريكم فقرة جديدة بتتعلق بالديربي، واليوم حتكون عن ديربي الغضب، ديربي مادولينا بين الإنتر والميلان. ولكن حالياً خلينا نحكي عن ترتيب الدوريات، ونبلش بترتيب الدوري الإنجليزي مع أبرز الأخبار وأبرز النتائج. حنبلش استعراضنا للبطولات الأوروبية، نبلش بالدوري الإنجليزي الإنجليش بريمير ليج، الدوري الأكثر إثارة. بالمرحلة الخامسة الأرسنال عم بيحقق العلامة الكاملة، ومبارح كان عم بيحقق فوز ثمين جدا على أستون فيلا بنتيجة 2-1، سجل هدف الفوز اللاعب البرازيلي جابرييلي. مثل ما قلنا لكم أرسنال عم يتصدر معه 15 نقطة. بالمركز الثاني مانشستر سيتي، وما أدراك مانشستر سيتي معه 13 نقطة. مبارح كان عم بيفوز 6-0، وهالاند ماكينة الأهداف النرويجية يلي كانت أبرز صفقة لمانشستر سيتي، كان عم يسجل الهاتريك للمرة الثانية على التوالي، وهدفين كمان للواعد الأرجنتيني جوليان ألفاريز. جوليان ألفاريز اللي ما بيعرفه لعب أكثر من متميز، لعب أكثر من رائع، قدر يثبت وجوده. امبارح السيتي كان عم يعمل كل شيء، عم يربع على نوتنغهام فورست، هالاند مثل ما قلت لكم كان عم بيسجل هاتريك. مانشستر سيتي صار معه 13 نقطة لأنه كان عم يتعادل مباراة مع نيوكاسل. بالمركز الثالث توتنهام، امبارح توتنهام بديربي لندني كان عم يتعادل مع ويستهام بنتيجة 1-1. بالمركز الرابع المفاجأة برايتون معه 10 نقط. ليفربول بالمركز الخامس معه 8 نقط. امبارح ليفربول على نيوكاسل كان عم بيفوز بالدقيقة 96، كان عم بيسجلوا هدف الفوز ليصبح رصيده 8 نقط. ليدز بالمركز السادس معه 8 نقط. بالمركز السابع فولهام كمان معه 8 نقط. ساوثهامبتون كمان معه 7 نقط. بالمركز التاسع تشيلسي معه 7 نقط. تشيلسي هذا الاسبوع كان عم يخسر من ساوثهامبتون بنتيجه 2-1. تشيلسي عم بيفوت بمرحله مظلمه، مباراه فوق مباراه تحت. تشيلسي تعاقدوا مع ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي، ولكن تشيلسي في حال انتهى سوء الانتقالات ومدعموا حالهم بعد، ما بظن انه يقدر يوصلوا لبعيد كتير لانه لا يملك الترسانة اللازمة. يعني عم نشوف ستيرلينج تقريبا لحاله عم يلعب، لا كاي هافرت ولا ميسون ماونت ولا بوليسيتش ولا زياش اللي يمكن يرحل ولا جورجينيو ولا كوفازيتش، ما حدا عم بيقدم المستوى المطلوب منه. وتشيلسي ما قدرنا نستغنوا عن تيمو فيرنر ولوكاكو مثل ما سبق وقلنا، وما قدروا يعوضون بالمهاجمين اللازمين. بالمركز العاشر برينتفورد معه 6 نقاط. اليوم تقام مباراة بتجمع بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي، في حال فاز مانشستر يونايتد على ليستر بيقفز للمركز الخامس. مانشستر سيتي يملك كل المقومات اللازمة لحتى يربح اليوم، خاصة منتعش، خصوصا بعد تعاقده مع لاعب أجاكس أنتوني، وجود لعيبة مثل برونو وإريكسن وراشفورد وإيلانجا وغيره من اللاعبين. والحلو بمانشستر يونايتد أنه المدرب وصل لتوليفة دفاعية حلوة بين ألكساندر ومارتينيز
ورافائيل فاران، هاري ماجواير صار على الاحتياط، حتى مالاسيا اللاعب الهولندي اللي استقطبوه جديد صار اساسي قدر يحجز له محل. ولنشوف اليوم مثل ما قلنا لكم اليوم تقفل سوق الانتقالات، لنشوف اليوم اذا مانشستر يونايتد حيكون بعد عنده صفقات ولا لا. للمزيد من المعلومات اكيد فيكم تتابعونا على صفحاتنا سكورزي على السوشيال ميديا. بننتقل هلا لنحكي عن الدوري الاسباني الليغا. الدوري الاسباني مشتعل، في فريقين عم يتصدروا بالعلامه الكامله اللي هن ريال مدريد وريال باتيس، اثنيناتهم معهم 9 نقط، بالمركز الثالث برشلونه، برشلونه معهم 7 نقط، اتلتيكو بلباو كمان معهم 7 نقط، فيلا ريال كمان معهم 7 نقط، واتلتيكو مدريد معهم 6 نقط. الليغا مشتعل، ولكن برايي الخاص الليغا هيدي السنه حتكون محصوره بين ريال مدريد وبرشلونه. ريال باتيس ما بظن انه يقدر يكون عنده نفس طويل، وهيدا الاسبوع في مباراه بتجمع بين ريال مدريد وريال باتيس تحديد هوية الفريق المتصدر. اكيد حنشوف، اذا ما بظن المباراة تنتهي بالتعادل، مباراة حنكون نهار السبت، بنذكركم فيها كمان باخر البرنامج. بننتقل هلا نحكي للكالتشو الدوري الايطالي. هذا الاسبوع كان عم بيصير في جولة، روما مع نجمه ديبالا ومع المدرب جوزيه مورينيو عم يتصدر الفرق، عم يحقق 10 نقط من 4 مباريات، مباراة وحدة كان عم يتعثر فيها، كان عم يتعادل فيها أمام اليوفي. ديبالا، إبراهام، زانيولو، بلغريني، غيره من اللعيبة عم يثبتوا وجودهم، عم يتصدروا صراحة عن جدارة، على أمل روما إنه يضلوا بهذا المستوى لحتى نشاهد مستوى دوري إيطالي كتير حلو ومميز. بالمركز الثاني الإنتر، إنتر هيدا الأسبوع نهار الثلاثة ما كان عم بيواجه صعوبة كبيرة، كان عم بيفوز على كريمونيزي 3-0، كان من ضمن هالأهداف هدف رائع لنيكولو باريلا، شاط طابة على الطاير سجلها هدف. ولكن الانتر خسر سلاحي مهم كتير كتير بترسالته الهجوميه اللي هو روميلو لوكاكو اللي حيغيب بين اسبوعين وثلاث اسابيع، بالتالي حيغيب على مباراه ماتش ديربي الغضب بين الانتر والميلان، حيغيب على مباراه بايرن ميونخ، على امل انه روميلو لوكاكو يستعيد عافيته لانه الانتر بحاجه له، لانه لا زيكو ولا خواكين كوريا عم بيكونوا بالمستوى المطلوب. نابولي امبارح كان عم يتعثر، عم يتعادل 1-1 مع ليتشي وعم يسبح رصيده 8 نقاط. المركز الرابع جوفنتوس كمان معه 8 نقاط، امبارح كان عم بيفوز على سبيزيا نتيجة 2-0 وهدف ولا اروع لنجمه فلاوفيتش. الميلان بالمركز الخامس، ميلان كمان كان عم يتعثر، عم يتعادل مع ساسولو سلبا، والحارس مينيان كان عم ينقذ الميلان بتصدي لركلة جزاء من ساسولو لبيلاردي. بالمركز السادس لاتسيو، لاتسيو كمان معه 8 نقاط، لاتسيو بالاسبوع ما قبل الماضي كان عم نهار الجمعة كان عم يربح على الانتر بأقدم مباراة ولا اروع، كان عم بيفوز بنتيجة 3-1. هذا بالنسبة للكالتشو، الكالتشو حامي. أبرز الانتقالات اللي ممكن تصير حاليا، سيرجينيو ديست لاعب برشلونة ممكن ينتقل للميلان، حتى جوردي ألبا لاعب ظهير الأيسر كمان. الانتر والبرشلونة اتفقوا على صيغة الإعارة، برشلونة بيدفع 60% من راتبه والانتر 40%، ولكن بانتظار موافقة اللاعب. في حال وافق اللاعب فجوردي ألبا ممكن ينتقل للانتر. باريديز، لياندرو باريديز نجم باريس سان جيرمان انتقل لفريق جوفنتوس على سبيل الإعارة، صفقة مهمة جدا حتكون لجوفنتوس. هيدا بالنسبة للدوري الإيطالي الكالتشو. أما بالنسبة للدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان امبارح كان عم بيفوز، قبلها كان عم يسقط بفخ التعادل أمام موناكو، امبارح ما كان عم بيواجه صعوبة، عم بيفوز بنتيجة 2-0، أهداف نيمار وكيليان مبابي. باريس سان جيرمان معه 13 نقطة، رينس معه 13 نقطة، مارسيليا معه 13 نقطة، الرابع اليوم معه 10 نقط، ولكن اليوم بينقصوا مباراة من أسبوعين تقريبا، مباراة اليوم كانت عم تتأجل بسبب سوء أحوال الملعب، في حال فاز اليوم بالمباراة المؤجلة لإله حيصير معه 13 نقطة، واليوم هو الفريق اللي ممكن ينافس باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي اذا كان عنده نفس طويل، لانه يمتلك العديد من اللعيبه مثل ايكامبي والكسندر لاكازيت وتيتي وباركولا وريان شركي وتوليسو ولاكازيت غيره من اللعيبه. يعني اليوم فريق رائع جدا، ولكن يحتاجون الى النفس الطويل، وخصوصا كمان تاليافيكو انا عم شاهد مباريات اليوم، عم بيقدم مباريات جميله جدا على ظهير الايسر. بننتقل هلا للبوندسليغا، الدوري الالماني. الدوري الالماني امبارح بالكاس قبل بايرن ميونخ ما كان عم بيواجه صعوبه، وكان عم بيفوز بنتيجه 5-0 على فيكتوريا كولون، عم بيتاهل للدور القادم. بالدوري نهار السبت بايرن ميونخ كان عم يتعادل مع عقدته بالمواسم الاخيره بروسيا مونشن بلادباخ بنتيجه 1-1، رغم هيدا الشيء باير عم يتصدر برصيد 10 نقط، الثاني يونيون بارين كمان معه 10 نقط، الثالث فرايبورغ معه 9 نقط، الرابع هوفنهايم معه 9 نقط، والخامس دورتموند معه 9 نقط، والسادس بروسيا مونشن بلادباخ معه 8 نقط.
هيدا بالنسبة للدوريات الأوروبية وأبرز اللي عم بتصير، بس بدنا نذكر بأبرز المباريات اللي حتصير بنهار السبت والأحد، لأنه عندنا مباريات كتير حلوة ومباريات نارية. أول شيء بالدوري الإيطالي شوفوا منا ثلاث مباريات عم بتصير. الساعة 4 فيورنتينا بيلعب مع جوفنتوس، الساعة 4 بديربي الغضب، ديربي مادولينا، ديربي الانتقام، الميلان بيلعب مع الإنتر، والساعة 10 إلا ربع لاسيو بيلعب مع نابولي. مباريات أكثر من رائعة. اما بالدوري الانجليزي عندنا ديربي الميرسي سايد الساعه 2:30، ايفرتون بيلعب مع ليفربول، الساعه 5 تشيلسي بيلعب مع ويست هام، بذات التوقيت توتنهام بيلعب مع ويست هام، توتنهام بيلعب مع فولهام عفوا، والساعه 7:30 استون فيلا بيلعب مع مانشستر سيتي. ونهار الاحد بلقاء تكسير عظم، بلقاء فينا نسميه ديربي، بلقاء القمه، مانشستر يونايتد بيلعب مع ارسنال. هون السؤال اللي بيطرح حاله، هل ارسنال حيواصل مستوياته الرائعه بحقق فوز سادس، ام لمانشستر يونايتد حيكون قول اخر مع تين هاج ونجومه؟ بالنسبه لكل اللي عم يسالوا عن كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو باخر الاخبار تين هاج قال انه رونالدو باقي معنا بالفريق، ولكن في اخبار ربطته بتشيلسي، وفي اخبار ربطته بمارسيليا، وفي اخبار ربطته ببروسيا دورتموند. اليوم سوق الانتقالات بيقفل، والاجابه اليوم بنجاوبكم عليها ان شاء الله لنشوف كريستيانو رونالدو، على امل الشيء المنيح لكريستيانو رونالدو بيصير. نختم مع الليغا، مع الدوري الاسباني في عندنا مباريتين مهمين، المباراة الأولى ريال مدريد بيلعب مع ريال بيتيس، الفريقين محققين العلامة الكاملة ومعهم 9 نقط، المباراة فض الشراكة حتكون اليوم، وبمباراة ثانية مباراة قمة اشبيليا بيلعب مع برشلونة الساعة 10 إلا ربع، بمباراة توعدنا بإثارة وبمتعة وبالعديد من الأمور. هذا بالنسبة لأبرز المباريات، وبدنا نذكر كمان هذا الأسبوع في عندنا مباريات دوري أبطال أوروبا الثلاثة والأربعة، كمان على أمل نشوف مباريات حلوة، كل العالم أكيد بتكون ناطرة لهير الأبطال. بنختم البرنامج مثل ما قلنا لكم، حنكون معكم بكل حلقة بفقرة هيك صغيرة بدنا نحكي فيها عن ديربي، ديربي معين، مثل كيف انتر ميلان، ليفربول، ايفرتون، نجمة انصار، اهلي زمالك، الهلال، النصر، بوكا جونيور، ريفر بليت، سلتيك رينجرز، كله هو حنخصص حلقة فقرة جديدة صغيرة من الحلقة لنحكي عن ابرز الاخبار، ابرز الاحداث بالديربي. حنبلش ولحسن حظنا انه هذا الاسبوع في عنا ديربيين، في عنا ديربي الغضب بين انتر وميلان، ديربي ميرسي سايد بين ليفربول وايفرتون، ولكن نظرا لأهمية ديربي الغضب والعالم كلها ناطريته، حنحكي عن ديربي الغضب وحنحكي عن ابرز المعلومات وابرز الاخبار وابرز شيء ممكن. ديربي ميلانو او ديربي مادولان مينا، هيدا هو الديربي الاشهر بالعالم، هو من الدوريات القلائل يلي بيلعبوا بملعب واحد وهو ملعب سان سيرو، حس بتوصل ساعة الملعب ساعة استوعابه ل 85,000 متفرج، يعني تخيلوا قد ايه. وسمي هيدا الملعب باسم جوزيبي ميازا على اسم الاسطورة الايطالية جوزيبي ميازا. أول لقاء بين الفريقين كان سنة مش أول لقاء ودي ما كان رسمي 1908 وتحديدا ب 18 أكتوبر، وانتهى بفوز الميلان بنتيجة 2-1. بعود شهرة الديربي للشعبية الجماهيرية الموجودة واللي بيمتاز بها الفريقين، خصوصا الإنتر والميلان، بالإضافة للبطولات يلي حققوها الفريقين على مدار التاريخ. ميلان فاز بلقب الدوري الايطالي ب 19 مره، وفاز بكاس ايطاليا وكاس السوبر الايطالي بخمس مرات، فيما فاز الانتر ميلان بلقب الدوري كمان ب 19 مره، ولقب كاس ايطاليا 8 مرات، ولقب كاس السوبر الايطالي بست مرات. اما اوروبيا بيتفوق الميلان على الانتر بالعديد من البطولات، ففاز الميلان تقريبا ب 18 بطوله، حيث حقق الميلان لقب دوري ابطال اوروبا سبع مرات، وكأس العالم للأندية كان عم يفوز فيه أربع مرات، وفاز بلقب السوبر الأوروبي بخمس مرات، ومرتين فاز بكأس الاتحاد الأوروبي. واستطاع الغريم فريق انتر ميلان الفوز بتسع بطولات، هي دوري أبطال أوروبا فاز فيها ثلاث مرات، مرتين بالستينيات ومرة آخر مرة بال 2010 على أيام جوزيه مورينيو، وفاز بكأس الاتحاد الأوروبي بثلاث مرات، وفاز كمان ثلاث مرات بكأس العالم للأندية أو كأس الانتركونتيننتال.
واول لقاء رسمي جمع بين الفريقين بين الانتر والميلان كان ضمن الدوري الايطالي موسم 1908-1909 وتحديدا 19 يناير 1909 وانتهى بفوز الميلان بنتيجه 3-2. ويمتلك نادي انتر ميلان الرقم الاكبر بعدد مرات الفوز بالمباريات الرسميه يلي جمعت بين الفريقين، حيث تواجه الفريقين ب 266 مباراه رسميه. فاز الانتر ب 82 لقاء بينما فاز الميلان ب 77 لقاء وتعادل الفريقين ب 66 لقاء، وسجل الانتر بهيدي المباراه 310 اهداف فيما سجل الميلان 303 اهداف. يعني الصراع ازلي بيناتهم والصراع قريب، وهذا الاسبوع في مباراه رسميه بيناتهم. هلا اكبر انتصار للميلان كان بنتيجة 8-1 ضمن بطولة كأس مورو تحديدا سنة 1980، بينما أكبر انتصار رسمي للإنتر كان 5-0 ضمن البطولة الإيطالية 1910، وأكبر انتصار رسمي للميلان بالدوري كان 6-0 ضمن البطولة الإيطالية، وكان هذا الشيء 2001 على أيام شيفتشينكو. بينما أكثر لقاء شهد تسجيل أهداف بين الفريقين كان ضمن الدوري الايطالي موسم 1949، ووقتها فاز الانتر بنتيجه 6-5. هداف الديربي هو اللاعب الميلان اندري تشيفشينكو، معروف هذا اللاعب يعني بتسجيله 14 هدف، ويليه جوزيبي ميازا اللاعب اللي مثل الفريقين لكن لعب مع الانتر اكثر معه 13 هدف. والاكثر لعيب لعبوا بالديربي هو باولو مالديني، كان عم بيمثل عم يلعب بالديربي بنتيجه ب 56 مباراه يليه الاسطوره الارجنتينيه خافيير زانيتي. هيدي هي ابرز الارقام اللي كانت عم تتعلق بالانتر، وابرز الارقام اللي كانت عم تتعلق بالميلان وديربي الغضب، على امل انه نشوف ديربي يليق بالفريقين والترشيحات على اوسعها. ما فينا نرشح كفه عن كفه، والمباراه حتصير على ارض الميلان. لازم نذكر، وبدنا نذكر كمان ما تنسوا انه في عندنا ديربي المرسي سايد بين ليفربول وايفرتون. انا بهيدا الخبر وبهيدا الفقره كان كل شيء بهيدي الحلقه، برجع بشوفكم بالحلقه القادمه بفقرات جديده واخبار جديده ومعلومات جديده. انطرونا بحلقه قريبه مميزه عن كاس العالم. الى اللقاء.